تتمرن، تشتغل، تتعب، تلاقي، غير كده مفيش. كان هذا شعار منتخب مصر لكرة القدم للمبطورين ولاعبيه وقائده محمود عبد العظيم توفيق الشهير بالراقص بالعكاز قبل خوض بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها في تنزانيا من 26 من نوفمبر حتى 6 من ديسمبر المقبلين. تحديات عديدة وأهداف وطموحات يحملها لاعبو منتخب مصر للكرة بالساق الواحدة على عاتقهم لتحقيقها بالإصرار والعزيمة إلى جانب دعم الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وهو ما أكده محمد جاد عضو اللجنة المشكلة لإدارة كرة القدم للمبطورين والمسؤول عن إدارة شؤون اللاعبين. بدأت كرة القدم بالساق الواحدة في عام 2017 بتسعة لاعبين فقط حتى وصلوا إلى 140 لاعبا في الفريق من جميع محافظات مصر الآن، ممتلكين الشغف للرياضة الأكثر شعبية. بطولة أمم إفريقيا التي ستقام في تنزانيا في 26 من نوفمبر المقبل تضم 18 دولة إفريقية، وسيتم الاستعداد لها بإقامة معسكرات بدنية وذهنية مكثفة للاعبين لتحقيق أحلام وإنجازات مصرية ورفع علم مصر عالية والتأهل للمونديال.